هنروح لتفاصيل أهم الأخبار المحلية في البداية من اليوم السابع، اللي قالت إن هانيا بوريدا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا ومعاه محمد فضل المدير التنفيذي للبطولة عملوا معاينة في منطقة الأهرامات واللي بتستضيف حفل سحب قرعة البطولة. وطبعا مراسم البطولة هتكون يوم 12 إبريل اللي جاي بحضور مندوبين المنتخبات اللي هتشارك في البطولة وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. كمان مصر هي اللي طبعا بتستضيف زي ما أنتم عارفين البطولة في الفترة من بين 21 يونيو ل 19 يوليو اللي جاي.